عنوان المرحلة القادمة: سياسة أمريكية حديدية في مواجهة إيران. فمع وصول ترامب مجدداً إلى البيت الأبيض وتعيين براين هوك المبعوث السابق لإدارة شؤونه الخارجية، يبدو أن الولايات المتحدة تستعد لإعادة رسم سياستها تجاه طهران بقبضة من حديد، تقول غرف الخبرة السياسية في مجالس الترقب لأمريكا جديدة. هذه الشؤون بقيادة طبعا دونالد ترامب، قالت بأن الأخير يسعى إلى خنق شرايين النفط الإيراني ضمن استراتيجية أمريكية لإضعاف نفوذ طهران ودعمها لحلفائها الإقليميين، إلى جانب محاصرة طموحاتها النووية، العودة إلى سياسة الضغط الأقصى التي أثبتت فعاليتها سابقاً، وتعنى تصاعد العقوبات وازدياد التوترات بشكل غير مسبوق، مع تزايد القلق من علاقات أسوأ بين واشنطن وطهران، والتي وصلت إلى حد محاولة اغتيال مسؤولين أمريكيين. إذا ما أردنا أن نذهب إلى ردود الأفعال فعلياً ونبدأها من ردود أفعال براين هوك، كما نشاهد هنا قال بأن الإدارة الأمريكية المقبلة ستسعى لعزل إيران وإضعافها. طبعا هذه هي السياسة الأمريكية الجديدة التي عرجت عليها أيضا وول ستريت جورنال، وقالت بأن ترامب وضع خططا لمواجهة طهران ووكلائها. ما هي هذه الخطط؟ هل هي خطط عسكرية؟ خطط دبلوماسية؟ سنطرحها طبعاً في سياق هذه الحلقة. ننتقل إلى بعض الخبراء الذين تحدثوا وقالوا بأن براين هوك هو قاد فريقاً مبدعاً وقوياً في التعامل مع إيران عندما كان ممثلاً خاصاً لأمريكا. فهل سيتبع نفس الاستراتيجية اليوم؟ إذا نذهب إلى تصريح آخر من مايك مولروي، الذي قال: إذا كان ترامب سيتخذ موقفاً متشدداً تجاه دولة أو عدو رئيسي، فهي بالطبع وبالتأكيد إيران. نعود إلى وول ستريت جورنال أيضاً، من ضمن الصحف العالمية التي تحدثت عن ترامب وسياسته الجديدة، قالت بأن فريق ترامب سيتحرك بسرعة لمحاولة خنق إيرادات النفط الإيرانية. أما المسؤول السابق في البيت الأبيض، ما الذي قاله؟ قال بأنه ستشهدون عودة العقوبات لمحاولة عزل إيران. طبعاً هذا العزل الموجود، دائماً ما نسمع بأنه العزل فعلياً على الصعيد الدبلوماسي وأيضاً على الصعيد الاقتصادي.